السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير، والشعب اليمني وجميع الشعوب العربية بألف خير وصحة وأمان إن شاء الله. اليوم معنا ضيف مميز في هذه الحلقة، طبعا هو فنان كبير مشهور، كان له ألبومات كثيرة في قنوات كثيرة، خصوصا قنوات الأطفال بشكل عام، قناة طيور الجنة سابقا، قناة نون، قناة كناري تقريبا. الفنان الكبير بلال الكوبيسي، اهلا وسهلا بك. الله يحييك، وكل عام وانتم بخير، ونحيي جمهورنا الحبيب. إن شاء الله. الله يسلمك يا رب، وتحياتنا لحبايبنا باليمن، ونقول ان شاء الله الامن والامان لكم يا يمننا السعيد. نسال الله تعالى انه يجعل اليمن فعلا اليمن السعيد بمعانيه الفنيه وبمعانيه الانسانيه ان شاء الله باذن الله تعالى. وكل عام وكل جمهورنا اللي شاهدنا عبر يمن شباب، نقول لكم كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله، وانت بالف خير وصحه. الله يحييك. احنا حابين طبعا بداية البرنامج نبدأ بغنية أو أنشودة اللي تحب، بس حاجة حلوة كذا على ذوقك يعني. حلو، نسمعكم باعتبار احنا أيام عيد. بالتأكيد. فنقول يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. هلالك هلل علينا، فرحنا له وغنينا. هلالك هلل علينا، فرحنا له وغنينا، وقلنا سعد حيجينا على قدومك يا ليلة العيد. يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. الله عليك، صوتك حلو ما شاء الله. أكيد من ذوقك يعني. طبعا دائما احنا نسمعك باناشيد كثيره، هذه تقريبا اول مره نسمعك فيها تغني، بس ما شاء الله يعني صوتك بالغنى اجمل يعني. الله يسلمك يا اسامه حبيبي. بدايتك يعني حابين احنا ناخذ نبذه عن حياتك، كيف بدات حياتك الفنيه؟ هو سؤال هذا كثير مطروق، لكن مرات اجاوب عليه مختصر مفيد، ومرات اجاوب عليه يعني بشكل كبير. المره راح اجاوب بمختصر بشكل كبير. اوكي، ابالي انه مختصر مفيد. المهم لا، فكرة أنت متابع كثير في القنوات يعني في اليمن. أنا حبايبي جمهور اليمن يعني الأطفال يعني دائما يعني ما كرست نفسك يعني أناشيد تربوية في قنوات. الحمد لله يعني احنا عملنا في مجال الاطفال، بصراحه هو عمل يعني ذو حدين، يعني 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 بصراحه يحتاج واحد يكون ذكي حتى ينقل رسالته للطفل اللي يحب الجمل البسيطه، يحب الغناء البسيط اللي ما بي تكنيك كثير حتى توصل الجمله وتوصل القضيه والرساله اللي موجوده بالاغنيه. فبالتالي عمل الاطفال مو سهل ابدا تماما. دخلنا لكل البيوت عن طريق عمل الاطفال، دخلنا للام اللي بالمطبخ، دخلنا للاب اللي يدرس اولاده، دخلنا للطفل نفسه، فبالتالي مسؤوليه. نجحتم في ذلك يعني. الحمد لله رب العالمين، نسال الله تعالى انه يتقبل يعني. واكيد يعني باليمن عندنا جمهور كبير يعني، خاصه اللي نواره، بنتي نواره لها جمهور كثير باليمن، يتواصلون ويانا على الانستغرام والفيسبوك والواتساب. المهم بدايتي بال 82، كنت اغني بال 82، دخلت في فرقه الجيش العراقي السابق، كل الاحترام والتقدير له. غنيت على مسارح الحمد لله، يعني أنا نشأت بأسرة ملتزمة جدا، لكن غنيت الوردة الجزائرية، غنيت لأم كلثوم، غنيت لعبد الحليم حافظ. بالتسعينات غنيت أناشيد للنبي عليه الصلاة والسلام للعراس الملتزمة. بعدين حسينا أنه نقدر نقدم رسالة مغنات بطريقة تقنية صح،
بتوزيع موسيقى صح حتى ننقل رسالتنا. يبقى المشكلة عندنا هي الكلام وليس الموسيقى بالغناء، فبالتالي وظفنا أنه نكون صاحبي رسالة راقية بها برستيج عالي من الذوقيات الفنية. بهذه المناسبة كونك ذكرت الأسرة، معروف طبعا الأسرة كلها أسرة فنية، معك بنتك نوارة ما شاء الله منورة شاشة الأطفال، الله يحفظك. زوجتك إعلامية؟ زوجتي إعلامية، مقدمة برامج ومذيعة أخبار في قناة عراقية، والحمد لله يعني لها اسم الكبير فضل الله تعالى، سود الطارق، من الأسماء القوية الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. طيب كمل لنا النبذة، هذه نبذة مختصرة. مختصرة مو؟ المهم دخلنا في مجال يعني الفرق الإنشادية، قلت لك يعني الانتقالة النوعية مالتي صارت هو بانتقالي من غناء الشبابي إلى غناء الأطفال، يعني مع قناة محبوبة وقناة طيور الجنة وبعدين قناة نون. قلت لي كل مكان لربما يصير عندك اختلاف بوجهات النظر وتتغير مسارك من قناة إلى قناة، هذا مو حاليا استقريت في قناة نون. هو طبعا من تتغير أنت من أكثر من مكان، مو معناته أنه أكو خلل بالمكان بنفس المكان أو بخلل بيك أنت وبرسالتك، لا، هي اختلاف بوجهات النظر، فبالتالي شوف المناسب إليك وشوف الشيء اللي تقدم به صح. يعني كل الاعتزاز والاحترام لكل المكانات اللي اشتغلت بها، بالعكس اكو حبايب عندي واكو ناس واكو جمهور كذلك لي. الرساله مو سهله، رساله الاطفال. قلت لك انتقاله نوعيه صارت لي انه تحولت للاطفال، لكن اني بالجلسات لي ناس تسمعني اغني الحمد لله، ولي مهرجانات، سويت مهرجانات باليمن الحمد لله من اجمل المهرجانات، وكذلك بالخليج العربي جميعا، بالمغرب العربي كذلك. في اليمن مهرجانين كانت عندي، نعم. كانت تبع قناة طيور الجنة؟ لا لا مو طيور الجنة، كان أنا يعني مع وجد غنيم مع منشدين كبار لحالي، نعم كنت موجود بالمهرجانات، وكان أكو جمهور طيب كثير للمحبين للنشيد اليمن بصراحة، محبين لكل صوت جميل، يعني ما يخونهم الأوتيونر أو خلينا نقول الاستديو، لا يريدون اللايف، فبالتالي اختبار مسرح اليمن اختبار. طيب بس معنا اتصال من عدن، قائد حملة كتيبة سلمان الحزم قاسم الجوهري، أهلا بك. سلمان الجوهري، قاسم الجوهري عفوا. مرحبا. مرحبا، كل عام وانت بخير. وانت طيب وصحة وسلامة، الله يحفظك يا رب. والصحة والسلامة ان شاء الله لكم ولكل الموجودين في عدن. يعطيك ألف عافية وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله بإذن الله. وشكرا لكم يعني قناة اليمن شباب ولاستضافتكم، وشكرا للفريق القائم على هذه القناة، ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك إن شاء الله. كونك قائد حملة سلمان، يعني حاليا أنت متواجد الآن وين؟ أنا موجود بالعدن بالميدان. يعني في الميدان حاليا؟ نعم. طيب طمنا على أخبار المقاومة في عدن. والله المقاومة أمورها طيبة، رحنا في قال نجينا بهذه الحملة. أول شيء نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه الفرصة التي أتاحها لنا الالتحاق بأخواننا بعدن مع المقاومة الجنوبية، ونشكر المقاومة الجنوبية التي لها من قبل لا نأتي رحنا حوالي 3 أشهر 4 أشهر بالميدان أو بالجبهات بالخطوط النارية والخطوط المقدمة الجبهات، فرحنا أتينا في قال يعني علينا واجب الوطننا أو ديننا قبل والوطننا أن نلتحق بهم من هذا العبث الذي جرى لهم من الحوثة والعباسية. طيب وكان وضعنا في قاعدة سيئة، احنا في قاعدة بالمملكة قلنا يعني اختلف عن الناس اللي موجودين متواجدين بالحرب او متواجدين بالبلاد. طيب الحمد لله ادينا في قاعدة يعني واجبنا لا نمل على وطننا، وكان في قاعدة في تقصير وفي اللي قال يعني جوعنا وغنينا وتبذلنا، ولكن الحمد لله على كل حال ان شاء الله بعد العسر يسر يعني للشعب اليمني كامل. بعد العسر يسر، كنا متوقعين ان بعد العسر يسر ان دينا في قال عن الحرب على اكمل وجه، وشاركنا بدايه هذه قال جبهه راس عمران، وحتى وصلنا الى الى ابين. طيب بعد ابين
بعد ما خرجوا الحوض انسحبوا من شبه عدنا عدن، كنا متوقعين انهم يستقبلون القيادات وانهم بيقولوا هذا مكانكم وهذه مهمتكم تمام. ولكن للاسف الشديد بعد يومها احنا لم نغنم نسيب الغنائم ندعس عليها ونروح ورا العدو ولم نشل اي شيء، جبنا معنا معدات من المملكه العربيه السعوديه ونفذت عندنا لغال الذخيره واكثر الذخائر نفذت. ولكن الحمد لله على كل حال، ولكن بعد ذلك تهمشنا الى درجه لم يتصورها اي انسان، بالذات احنا الكتيبه الذي جينا من السعوديه وتركنا الغالي والرخيص ولا ظهرنا. طيب في عندنا الجهاز خلال اسبوعين او اسبوعين ونص. سيد قاسم قائد عليك. عفوا، في ظل انه رئيس الجمهوريه وصل الى عدن، يعني كيف هذا اعطاكم حافز؟ والله كنا متوقعين يعني في حضور خيرا لنا بالذات، ولكن للاسف الشديد لم يعبرنا لا عبد الرب منصور رئيس الجمهوريه ولا خالد بحاح ولا غيرهم يعني من القيادات، وحتى الوالد محمد علي شدادي الذي هو مسؤول عن الحمله والذي كلفني بهذه الحمله لم يتجاوبوا معنا عن الاطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. كان عندي قال يعني بعد الله نايف البكري واقف معنا طيب الذي عنده بالموجود ملف إعادة الإعمار. ماذا عن ملف إعادة الإعمار؟ ايش اللي حصل بالأخير؟ اللي تطبق على أرض الواقع ايش؟ لم يسوي أي شيء لحد الآن، احنا في قال داخل معسكر بالدفاع الساحلي اللي هو الفنار لم توجد عندنا الله يكرمك ويكرم السامعين دورة مياه، لم يعتمدونا الماء والثلج لحد الان، لم يوجد عندنا الماء التحليه للافراد يتروشوا، لم نستلم ريال واحد حتى من مجيئنا من المملكه العربيه السعوديه في 11/9 لحد الان غير 1000 ريال استلمت الثلث القوه في 29/9 اللي برمضان قبل عيد الفطر بيوم، لم نستلم ريال واحد، وضعنا ماساوي لم نحصل الدعم لا من اي مكان، لا من الحكومه، لا من اي جهه غير مجموعه 33 دعمتنا بمبلغ مالي وهو 30,000 ريال وواقفين معنا اللي قال يعني وبوعدونا اللي قال بالمبالغ، ولكن الى حد الان لم نستلم اي ريال واحد. في جمعيه القعيطي اظن هم داعمين لها، مكتب المرضى وقفوا معنا بالنسبة لدعم الجرحى والسادة جزاهم الله عنا ألف خير وعن ما قدموه، شكرا لهم وشكرا للعاملين عليها والداعمين فيها. نعم. أما دعم غير ذلك فلم نستلم ريال واحد دعم لكتيبة سلمان الحزم لحد الآن لا من أي جهات. إحنا إن شاء الله بنسلط الضوء على هذه النقاط اللي ذكرتها، طبعا هذا برنامج عيدي يعني بنحاول نحن نسلط الضوء على هذه النقاط في برامج أخرى سياسية. وعموما نشكرك على هذه المداخلة ونتمنى لك التوفيق ولأبناء عدن، وإن شاء الله يعود الأمن والاستقرار، وكل سنة وانت طيب. طبعا عودة لك وللفنان المبدع طبعا الفنان بلال الكبيسي، يعني ما شاء الله اليوم منور ومعليش أطلنا بالاتصال. بالعكس لا لا بالعكس، هذا هم وطن يعني، بالتالي يعني اتصالات المشاهدين أو اتصالات الناس المعنيين باليمن بالعكس يعني قد ما يطولون أكيد لصالح اليمن، واليمن لازم بإذن الله تعالى بفضل الله تعالى إن شاء الله ترجع أو أحلى من قبل بإذن الله تعالى، ويرجعون ناسها وحبايبها يعيشون ويتعايشون مع بعض إن شاء الله بإذن الله تعالى، وتبعد إن شاء الله يبتعد الإيد الخبيثة اللي دخلت اليمن وحاولت تتكسر من هذا الوطن الطيب اللي من كانت هذا اليمن. من قبل في العراق أكيد بالضبط. إحنا يعني الموضوع هذا يعني كبير جدا يعني كبير جدا وداخل بالسياسة، إحنا في برنامج طبعًا عيدي طبعًا طبعًا يعني حاب أسألك عن الأجواء العيدية في العراق. أنت حاليا في الأردن، نعم كيف في الأردن تقضي الوقت هناك؟ الأجواء العراقية حابين نفهم يعني بالعراق هو تقريبا قلت أنا سابقا أقول أنه العيد بكل الوطن العربي يشبه يعني أكو متشابه شبه يعني متشابه، لكن أكو يعني فرق بالطقوس اللي يقومون بها الناس من بعد صلاة العيد. صلاة العيد ثابتة لكل المصلين، هذه صلاة العيد وراء يرجعون، احنا نصلي العيد الفجر والعيد بعدين نرجع نذبح الأضحية، أكيد راح نشوي بالبيت شوي اللحم الأهل،
اللي يوزعون الأضاحي يوزعون للناس الفقراء والجوارين أو الأقارب، فبالتالي أجواء عيد طيبة، الأطفال يلبسوا ملابسهم الصبوح يطلعون بعدين. طبعا المخرج عراقي يقول لي في تذكيرات أو تكبيرات، تكبيرات العيد، تكبيرات، نعم، تكبيرات خاصة تكبيرات بالضبط، تكبيرات بالعيد يعني تملها المساجد سبحان الله. زي يعني إيش مثلا؟ يعني سمعنا كذا شوي. هنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني تكبيرات شوية بيها المقام الماهوري، مقام عراقي أصيل، مقام الماهوري يسوون عليه قراءة القرآن وبعد التكبيرات. طيب كونك الآن في الأردن، كيف تقضي وقتك بالعيد؟ تدري احنا في مجال الإعلام يعني اللي قريبين من الشاشة ومن الكاميرا، تحس انه لا عيدنا عيد ولا رمضاننا رمضان ولا عطلتنا عطلة، يكون جونا للجمهور، يعني حياتنا مرخصة او خلينا نقول مسخرة، عفوا مسخرة للجمهور، حتى نسعد جمهورنا الحبيب بالعراق. الجمهور يستاهل يعني. طبعا طبعا اكيد الجمهور يستاهل، وخاصة يعني الجمهور العراقي والجمهور الخليجي واليمني بالذات، فبالتالي الإعلام تحس للجمهور، فحب الناس إليك يعني كفيل على انه تكون تضحي له، يعني تضحي بوقتك وراحتك حتى تسعد جمهورك، حتى التعب يروح يعني. اكيد طبعا اكيد حب الجمهور ينسي كل شيء. طيب انا سمعتك تقريبا قبل في مهرجان الجزائر غنيت لون يمني. يمني ممكن تعطينا؟ طبعا طبعا انا احب الغناء اليمني طبعا، يعني الالحان اليمنيه، الحضرمي مثلا، ابو بكر سالم من الناس الفنانين الكبار اللي باليمن، واحب انه اغني له كذلك، يعني بس مو الاغاني مالته، اغاني من الحانه، بس حسمعكم شيء تراث يمني يقول. يا ريت والله، حابين نسمع التراث اليمني من صوتك يعني. الله يحفظك. يا مستجيب الداعي جب دعوتي لصراعي، وش في جميع اوجاعي يا مرتجى يا رحمن، يا مستجيب الداعي جب دعوتي بصراعي، وش في جميع اوجاعي يا مرتجى يا رحمن، اخذل عبد مذنب من الخطايا يسكب، بحب ساكن يثرب طه شفيع النيران، اغفر لعابد مذنب من الخطايا يسكب، بحب ساكن يثرب طه شفيع النيران، يا مستجيب الداعي جب دعوتي بصراعي، واشفي جميع اوجاعي يا مرتجى يا رحمن. سلمك، ربنا يخليك ان شاء الله. أمين. طيب مشاهدينا نذهب الى فاصل، نذهب الى فاصل. التحرير يا فجر النضال، انت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، تسحق الباغي تدك الضنكات بالمحال، تسحق الباغي تدك الضنكات بالمحال. هدم الشعب السجون وكور المجرمين، هدم الشعب السجون
وذكور المجرمين ومضى يحمل عرينا ومضى يحمل عرينا ومضى يحمل عرينا الباغي تدك الضل تاتي بالمحال تسحق الباغي تدك الضل تاتي بالمحال موكب التحرير ألفت القلوب وتوحدنا شمالا وجنوبا موكب التحرير عدنا إليكم مشاهدينا وكل عام واليمن بألف خير وصحة وعافية كل عام وأنت بخير وأنت بألف خير إن شاء الله طيب إحنا عندنا اتصال ولا لا؟ طيب مع لسه الاتصال مش جاهز أوكي. حابين نكمل معك أنت قد زرت اليمن قبل كذا مرتين تقريبا في مهرجان نعم مهرجان إيش رأيك باليمن؟ أول شيء أحلى شيء بالمكان اللي تروح للناس أوفك من البنايات ومن ناطحة السحاب ومن البناء والشوارع والجسور إلى آخره أنا يهمني الناس أتعامل مع الناس ما أتعامل مع بناء فأنا رح شفت يمن 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 البساطة يمن التواضع يمن الفن يعني بصراحة أنا كنت أحكم في برنامج كنز في طيور الجنة فالتقيت بأمينة السامعي كانت من يعني كانت مرشحة لتكون من المركز الأول من التقيت بالجمهور اليمني والسفارة اليمنية كانوا حاضرين ويانا حسيت أكو يعني أكو إنسانية أكو دين أكو فن أكو دين أكو دين وأكو إنسانية حلو أن تجمع أنت تكون إنسان ملتزم وإنساني ما يهمني تكون ملتزم لكن ما عندك إنسانية لا خلنا نجمع الإنسانية الإسلام أصلا دعا إلى الإنسانية بالضبط الإنسانية فبالتالي شفت أنه أكو بساطة وذوق ذوق بالسماع للصوت الجميل فبالتالي هذا يعني هذا يعني لي كثير يعني انا من اروح لمكان والاقي الناس تتعامل وياي بهالبساطه وبهالاحترام غير ما اني اروح على مكان ببنايات عاليه بس ماكو تقدير واحترام لك فاليمن غير يعني انا حضرت كنت طلعوني شباب سفره هناك رحت على جبال اي على على رحت على مكان جبال يعني قريب على على صنعاء رحت شفت طبيعه خلابه شفت يعني بعز الصيف مطرت الدنيا علينا رحنا للسوق الشعبي مالتكم شفنا الخناجر شفنا باب اليمن بالضبط بالضبط التراث اليمني حتى الزي مالتكم يعني حتى الزي خاصه الزي اللي يرتدوه البنات الصغار القلائد والكذا فبالتالي اليمن عراقه اليمن تاريخ تاريخ بانسانيته ونبي صلى الله عليه وسلم شهد اليمن يعني بحديث الكريم فبالتالي اليمن جزئية مهمة للوطن العربي نتمنى أنه تخلص اليمن من هذه المشاكل اللي دخلت أطراف من خارج العرب إن شاء الله. من خارج الوطن العربي وتدخلوا بسياسة بلد وبشعب كامل حابب أسألك على هذه النقطة يعني القضية تقريبا قضية واحدة في العراق وفي اليمن أو في ربما يكون في اختلافات بسيطة لكن نفس القضية نفس تدخل القضية. إيد إيش رأيك بهذا الموضوع إيد بصراحة أنا دائما أصب يعني أصب اللوم مو بس اللوم الاتهامات أمام يعني أمام أنظار الناس هسه أقول إيران ما دخلت مكان إلا ما متسببة بضرر إنساني وديني ومعنوي وكل شيء هاي واحد اثنين يعني في يعني قبل 40 سنة يقول لك إذا صارت عمارة إذا احترقت عمارة في فرنسا احترقت عمارة فتأكد الفاعل هو إيراني أو الفاعل هذا مثل فرنسي يعني مثل خلينا نقول أو تأخذوا من هذا من مرة من من مرة من وراء المشاكل اللي سوتها إيران فيقول لك حتى إذا احترقت عمارة في فرنسا تأكد إن الحريق سبب واحد إيراني أو إيران إلى يد خبيثة يد مفعمة بالدماء فبالتالي اليمن والعراق وسوريا ولبنان وكل بلادنا العربية بالذات اللي قريبة على هذا الشر اللي سيدنا عمر يقول اللهم اجعل بيني وبينهم جبل من نار لا أجيهم ولا يجوني
فهي مشكلة أخي. أكيد مشكلة، بس إن شاء الله إن شاء الله تعالى يعني يعود الأمن والأمان للعراق ولليمن كذلك ولليمن ولسوريا كمان. أكيد طبعا بلدنا الثاني حبيبنا سوريا. الاتصال جاهز يا شباب. طيب احنا حابين برضه نسمع منك أنشودة أو أنشودة مشهورة ولا اللي تحب. يلا على ذوقك. أسمعكم شيء يمني كذلك. شيء يمني على قناة يكون حلو. غنية غنية تراثية تراثية. أوكي. لو علمت الدار بمن زارها فرحات واستبشرت ثم باست موضع القدم. لو علمت الدار بمن زارها فرحات واستبشرت ثم باست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود. أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. رائع اللون اليمني ما شاء الله بتقيده يعني. يمكن الخليجي، احنا كودا بلاد يعني خليجي العربي كعراق والخليج، فطبيعة الأداء وطبيعة الكلمات كذلك، حتى نوع الكلمات تحس أنه هو المنبع أيوة واحد بالأخير. أكيد يعني. بالضبط. بس أنتم الحضرمي عندكم شيء خاص يعني. الحضرمي مختلف أيوة. حتى هذا حضرمي صعب هذا. شوي أي هذا حضرمي نعم. غنته الفنانة أسماء المنور. أسماء المنور نعم. فنانة كثير مغربية يعني. تقريبا أيوة. مغربية هي من المغرب. طيب نعود إلى الاتصال. و إذا الاتصال مش جاهز عموما احنا ما عندناش حاجة يعني، بالعكس احنا حابين نكون ايوه احنا مستمتعين وحابين ناخذ معك يعني نستفيد معلومات منك كثيرة، وايضا حابين نطلع الجمهور عن حياتك عن اشياء كثيرة تتعلق في كونك نجم من النجوم العربية. الله يسلمك. يعني قلت لك مرات يعني الأسئلة المعتادة تحس الإجابة مالتها تروح من عندك يعني. مرات أنا أحب أنه أنسأل مثلا عن يعني اختيارك للأصوات الجميلة. كنت أنت في، أنا كنت في لجنة تحكيم للأصوات أصوات أطفال عربية. اليمن كان لهم حظوة كبيرة بوجودهم ويانا بالبرنامج. نبذ عني أنه أنا جهز بعض الأغاني حاليا يعني، عندي بعض الأغاني إن شاء الله. وآخر عملك إيش؟ آخر أعمالي دوتو مع نوارة اسمه ليش ليش شجارة، تراث عراقي قديم. ليش ليش شجارة أي بالضبط معروفة هذه الغنية، غنية عراقية قديمة. عراقية قديمة كثير يعني. فهي من ضمن الأعمال اللي قريبة هسه اللي أنتجت يعني. طيب ممكن نسمع منك مقطع منها؟ أي طبعا. ليش 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 شجارة ما تردين الزيارة. ليش 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 يا جارة ما تردين الزيارة. زعلان انتي علينا ما تردين الزيارة. زعلان انتي علينا ما تردين الزيارة. زعلان انتي علينا ما تردين الزيارة. شيء بسيط حتى ما نثقل من التراث. طيب احنا حابين نكمل معك يعني. اخر عملك كانت هذه الاغنيه اللي وحاليا عندي مدلي كامل من التراث العربي كله اليمني والمصري والمغربي والجزائري والتونسي والليبي كذلك، يعني مدلي كامل حتى التراث العراقي. فدا اجهز بها هسه يعني الحمد لله تحت الانجاز، بس يحتاج لتعب حتى تختار الطبقه الصح من تبدي وين تنتهي يعني. هذه الغنية طبعا مهداة لأطفال اليمن لأن هي تتكلم على نوارة وكذا. بالنسبة لنوارة نعم. نوارة تتعبك في البيت ولا في الشاشة غير وفي البيت غير ولا كيف؟ والله هي الاثنين سوا يعني، بالشاشة نفس بالبيت يعني. هي شوية تدري أطفال يحبون يسرسرون على كل شيء حولهم يعني.
يستفسر يمكن على الورد هذا يستفسر على المايك هذا شنو هذا. وتدري انت الاسئله كثيره مرات وانت في مكان عمل وتصوير يحتاج انه تركز بعملك فما مستعد انه تسمع كثير اسئله. بالبيت تسال كثير يعني مو يعني شقيه شويه يعني حركه بس ذكيه يعني تسال على الشيء اللي تحسه مبهم عنها او بعيد عنها فتسال عنه. الكلمات والالحان طبعا الالحان تراثيه عراقيه. الكلمات طبعا احمد الهندي شاعر احمد الهندي إخراج. شاعر عراقي اخراج محمد عبد الستار تحيه لهم طبعا كان العمل جدا الحمد لله متكامل وان شاء الله يكون يعرض على يعني نهديه لقناه اليمن الشباب يعرض ان شاء الله عندكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب اغني لك شيء النشيد. طيب اوكي مشاهدينا نذهب الى فاصل ثم نعود. عدنا إليكم مشاهدينا من جديد وأهلا بكم مرة أخرى. في كان اتصالات تقريبا بس يبدو أنها لم تجهز أو مشاكل كالعادة يعني مع اليمن، لكن عموما معنا الفنان الكبير بلال الكوبيسي. احنا حابين برضو نعرف يعني الأصوات اللي تحبها خصوصا الأصوات اليمنية مثل من؟ هي موجودة أصوات يمنية كثير حلوة لكن أنا مرات يمكن يؤخذ علي أنه انتقائي كثير وبنفس الوقت مو انتقاد انتقاد معنوي وليس يعني انتقاد طبعا إيجابي. سمعنا انه في يعني ناقد بشكل قوي كذا بالضبط هم يمكن ماخذ عني انه انا شديد لكن اكو شيء اسمه لازم احنا نرتقي بالمجتمع انا ما اجامل على حساب انه اطلع في شيء للمجتمع ويصير مدرسه او يصير سياق خصوصا في برامج التصويت يعني بالضبط وخاصه الغناء يعني خاصه الغناء لو انت تقول على الصوت هذا حلو لو تقول عليه يحتاج يترك لان ماكو شيء بالغناء اسمه ليفل لو هذا قوي قوي له هو شيء تحبه الاذن مستصاغ للاذن الخامه مخلوق من الله تعالى الخامه الاحساس كذلك مخلوق فبالتالي هاي الاثنين اذا ما تواجدت باي صوت فلا يقول لي صوت انا عندي طبقه عاليه وعندي جوابات لا ينطيني خامه صح ينطيني احساس مخلوق من رب العالمين لا يعلم هذا لا يعلم طب احنا دائما نسمع انه الصوت يعني ضروري يكون تمرين مهما كان طبعا اكو تمارين كثير هذا حال يعني حالك حال اللي يركض ساحه وميدان الساحه وميدان اذا ما ركض باليوم او بالاسبوع مرتين ثلاثه تحس رجله تبدأ تسوف يعني الصوت يشيله تمرين باستمرار بالصوت يعني باليوم لازم لك ساعه او ساعه ونص لو تسوي قرار لو تسوي جواب حتى الاوتار تبقى مرنه وتبقى يعني طريه يعني تبقى سهله المنال من انت تريد عربايه هنا تعطيك العربه من تريد انت هنا بنتايه تعطيك بنتايه فالصوت لا اجامل انا على الصوت ابدا اليمن بيها اصوات جميله اليمن بيها اصوات جميله كثير 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 لكن انا مرات الفاكهه اللي تجيني كثيره وكلها حلوه اختار دائما الطازجه واختار اللون اللي يجذبني ما اختار الكل هي حلوه كلها بس اختار الشيء اللي يلفت نظري بلمعه مثل ايش؟ يعني في اصوات كثيره بالوطن العربي وكذا، الصوت المحبوب لديك الخامه الحلوه اللي تحبها؟ الخامه ما راح اذكر اسماء، راح اذكر انه ميزات الصوت بنظري اني الخامه والاحساس، وبعدين تجي الامكانيات الصوتيه الجواب والقرار والعرب، لان انا اذا عندك عرب انت ما عندك احساس ما اسمع لك، بس اذا عندك احساس وعندك خامه راح اسمع لك حتى لو تدندن بس. ف يعني كماليات الصوت وجمالياته تكتمل من خلق الله تعالى. يعني هي خلق من رب العالمين خامه وبالاخير يحتاج لها صقل طبعا يحتاج لها تمارين يحتاج لها تستعين بناس اختصاص بالمقام بالنغم بالموسيقى بالاوت بالرتم الصح
طيب معنا الآن الأنشودة تبعك أنت وبنتك ربنا يخليها لك. أوكي. نوارة حاب نخلي الجمهور اليمني يشوفها. يلا أوكي. إذا ما عندك مانع طبعا. بالعكس أشرف حبايبنا. عجبك؟ ما شاء الله الفيديو رائع جدا. الله يحفظك. بس احنا حابين نعرف الفيديوهات مع الأطفال دائما متعبة وكذا، ايش رأيك؟ كثير كثير متعبة كثير، لأن تدري الطفل أنت ما من حقك تضغط عليه ولا حق ولا لك حق إنه تصرخ بوجهه، لأن هو جاي وما يعرف شنو الموضوع وأنت رايد من أنت من عند يعني إنجاز، فبالتالي الطفل يعني يمكن يبكي والعلكة بتمه مثلا بحلقة. الطفل مرات تلاحظه يبكي، البنت تبكي والعلكة تعلك بيها وهي تبكي، فما عارفة إنه هذا شيء مضحك. إحنا نضحك على الطفل إذا يبكي والعلكة بحلقه مثلا. كم عمر نوارة؟ عمر نوارة 7 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله. على فكرة صوتها حلو يعني، بس طبيعي طالع على أبوها يعني. الله يحفظك والله، يعني من ذوقك هذا. أحكي لك على العمل مع الأطفال. العمل مع الأطفال كثير بالكليبات نلاقي صعوبات، لأن الطفل من يتعب ما نقدر تقول له قوم يلا صور، ما عنده طاقة، الطاقة تنتهي مالته باللعب، فما يقدر تجبره، خلص من يعكش خلص بعد. أكيد يعني أخذ الوقت وقت طويل. كثير يعني أخذ الوقت، بس الحمد لله كانت النتيجة طيبة يعني بفضل الله تعالى. وباين ما شاء الله اللوكيشنات كانت حلوة. الحمد لله. إن شاء الله يعجب الجمهور. الملابس وكل شيء والأداء كان كله رائع. الملابس مال نوارة قصة، هاي قصة بواحدة يعني. الملابس مال نوارة يعني إحنا طبعًا نجيب إذا المخرج يريد 3 لبسات 3 فساتين أنا أجيب 6. حتى المخرج يستمتع يختار الشيء بالباكراوند اللي اللون يناسب الفستان او اللوكيشن اللي يناسب الفستان، وحتى الاستموشن نختار فستان كلوش حتى يتحرك صح وتبين اللقطه مال الاستموشن محسوبه صح. طيب احنا حابين نسمع في الختام، وصلنا الى ختام الحلقه طبعا، حابين نسمع من التراث العراقي. التراث العراقي حلو. أيوة. نختم فيها البرنامج طبعا. قبل ما نختم بالغنية العراقية، نشكر ضيفنا الفنان بلال الكوبيسي انه استضفناه اليوم، وايضا نعتذر من المشاهدين، في كانت اتصالات كثيرة مع الجرحى في اليمن من محافظات كثيرة، لكن للأسف الشديد ما قدرناش نتواصل معهم. مشاهدينا نلقاكم في الحلقات القادمة، وإلى اللقاء. الله يحييك وكل شكر وتقدير طبعا للجمهور اليمني اللي يشاهدنا، ونقول له ان شاء الله يرجع اليمن احلى واحلى. وتحيه لكل الجمهور يتابعني ويتابع نواره، واقول لكم كل عام وانتم بالف خير، واليمن السعيد بالف الف خير، وعراقنا كذلك. وانت بالف خير وبصحه وسلامه ان شاء الله. يسلمك. فراقهم بجاني سواها بي سلمان، يا قهوتك عزاوي بيها المدلل زعلان. يا قهوتك عزاوي بيها المدلل زعلان. يعطيك العافية. سلام على أحبابك ولك وأصحابك.